السلام عليكم. اليوم رانا في حمام الدباغ بولاية قالما، والروح نشوف رحلة، نشوف هذا الموقع الحموي أولا، وكذلك هو موقع روماني في بعض الآثار الرومانية، وكذلك يعتبر موقع نتاع النزهة للعائلات. إذا سوف نأخذكم في جولة في هذا الموقع، نقاريو السيارة ونزيد نروح نمشي نتفسح نشوف كل هذا المنطقة نتاع حمام دباغ، وكذلك بعض الناس يسموه حمام المسخوطين. إذن الفيديو قد يعني يستغرق أكثر من ربما نصف ساعة أو ساعة. احنا نشوف في الفيديو هذا جزء منه، يعني حوالي 10 دقائق، والبقية سوف تشاهدونها في فيديوهات أخرى. إذن ابقوا معنا في القناة، نخليكم نتابع هذه الرحلة. إذن في موقع حمام دباغ أو حمام المسخوطين، إذن حسب يعني النظريات الموجودة، نترككم إذن تتابعون ونستمر في الرحلة. هنا رانا امام حمام الدباغ او ما يسمى بحمام المسخوطين. نشوف هذه الحجاره قمم، هذه القمم تاع الحجاره، ونشوف يعني البناءات الفوضويه حتى في وسط الحمام. لا حول ولا قوه الا بالله، غزاو كلش ما خلاو والو. شوف يا عجل، شوف 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 شوف، يعني في وسط داخل الحمام، داخل الحمام دار لك القياطن والخرد داخل الحمام يا عجل. وانا نشوف هذه الحجاره اللي جايه على هذيك اللي سماوها حمام المسخوطين، وكأنه كشغل كانوا عباد وربي سخطهم رجعهم حجارة. نلاحظ هذه الحجارة، لاحظ حجارة هنا، وكذلك فيه
موقع روماني روماني. نزيد نسمر نحبط نشوف عن قرب. وصلنا إذن هنا رانا في الموقع نتاع الحمام هذا، وكذلك فيه حجارة مصقولة تعود إلى العهد الروماني. يعني كل هذه الحمامات كانت حمامات رومانية، الرومان هم أول من أطلق. هي هذا الموقع هذا يعني أفضل 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 ما يمكن يديروا له دي زالي كالكو زالي هنايا للمشاة، يديروا له دي زالي للمشاة في الوسط. هذا مكان يديروا له دي زالي يخرج يجي ويولي روعة، لكن ما ديرلوش هنايا هذا الخردة هذه الطفيليين، هذو الغزاة، هذو أعداء التراث وأعداء هذو والله غير الممنوع عليهم نورمال. ما شوف الغزو كيف هذو والله أمر مؤسف. نلقاهم حتى في الوظائف وحتى في المواقع الأثرية تلقاهم. شوف رماه ال يعني إذن هذا هو الموقع نتاع حمام دباخ. هما أبناء المنطقة يسموه حمام الدباخ، وإحنا نسموه حمام المسخوطين نسبة إلى هذه الحجارة. هذه الحجارة اللي يقال عليها أنها كانوا عباد تقعوا في الأرض وافسدوا في الأرض، فتم سخطوهم لتحويلهم إلى حجارة. على كل حال هذا هو الموقع. نزيد نشوف المنطقة من هي، نشوف إذا كان فيه مواقع أخرى. هي هذا موقع حموي وكذلك موقع روماني، ويقدر يكون موقع للنزهة لكن بحفاظ عليه ونحيو هذا البناء الفوضوي، هذا الأشياء الفوضوية هذه اللي تخسر الموقع. على كل حال نزيد نروح نشوف موقع آخر، نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.